صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه مع بعض عن ازاي نكون درجات البشرة بالالوان المعتمة. ده فيديو كان اتطلب مني من زمان جدا، فيا رب يعجبكم. ما تنسوش لو شفتوه مفيد تضغطوا على اللايك وتدعموني، ويلا نبدأ. الألوان اللي احنا هنحتاجها في الفيديو ده، هنحتاج اللون الأحمر، وكمان هنحتاج اللون الأصفر، ومعرفش الصراحة انا ايه اللي خلانا نجيب اللون الاسود، احنا مش هنحتاجه ولا حاجة. وهنحتاج اللون الابيض طبعا علشان نفتح الالوان، واخر حاجة هنحتاجها هو اللون البني. ولو ما عندكش بني، احنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي تطلعه من الدرجات الاساسية. اللون البني او درجته اللي انا بستعملها النهاردة هي البرنت امبر، دي درجة غامقة شوية ومحروقة من اللون البني. عايزة في الأول أقول لكم إن فكرة إن احنا نعمل درجات البشرة كلها دي تقريبا فكرة مستحيلة، لأن في درجات بشرة كتير جدا في العالم. فاللي هنعمله النهاردة إن احنا هناخد مثال كده على البشرة وهنكونه مع بعض، وممكن إن شاء الله بعد كده نبقى نكون باقي الدرجات بتاعة البشرة. الدرجة اللي احنا هنعملها النهاردة هي تقريبا درجة بشرتي. انا ايدي زي ما انتوا شايفين كده مش بيضة قوي ومش سودة قوي، يعني درجة في النص. واعتقد ان احنا كعرب او القوقازيين اللي هم في الشرق الاوسط دي تقريبا الدرجة بتاعتنا او بتاعت اغلبنا. فمن ايدي هنحاول نطلع كل الدرجات الفاتحة والوسط والغامقة. بالنسبة للدرجات اللي هي الوسط هحاول اطلعها من ظهر ايدي، اما الدرجات الفاتحة شوية او اللي احنا بنقول عليها مناطق الاضاءة هحاول اطلعها من باطن ايدي، ومن الحتت المحمرة شوية في باطن ايدي هنحاول نطلع كده درجات مدية على وردي. وهكلمكم في نص الفيديو الدرجات الوردي دي ممكن نستعملها في ايه. واخر حاجة هنحتاج ان احنا نطلعها هي الدرجات الغامقة جدا او الدرجات بتاعة الظل دي. انا هقفل ايدي كده شوية زي ما انتوا شايفين، وهحاول اطلع اللون البني الغامق اللي في النص ده. فعلشان ما اطولش عليكم يلا نبدأ. هنكون دلوقتي اول درجة من درجات البشرة، واللي هي درجة البني الغامق او مناطق الظل. الصراحة ان احنا عندنا بني بالفعل، فمش هنحتاج نخلط حاجات كتيرة. ممكن تستعمل اللون البني كده زي ما هو كلون للظل، او ممكن تحط عليه شوية احمر وشوية اصفر علشان تخلي اللون غني اكتر زي ما انا بعمل كده. ودلوقتي هقفل ايدي زي ما اتفقنا علشان اشوف الحتة الغامقة قوي دي درجتها ايه. زي ما انتوا شايفين درجة البني اللي احنا عملناها دي هي تقريبا الدرجة بتاعة الظل اللي هي في نص ايدي، فدي اول درجة معانا من درجات البشرة. نفس درجة البني دي هناخد منها شوية كده ونبتدي نكون درجة بشرة جديدة. اللي انا هعمله ان انا هحط شوية ابيض علشان البني ده يفتح شوية، وهبتدي امشي اللون الجديد ده على ايدي علشان اشوف هو مناسب ولا محتاج شوية تعديل في اللون. انا شايفة ان هو كويس، بس كأن ايدي محمرة شوية اكتر من اللون ده. فاللي هعمله ان انا هاخد الاحمر شوية صغنطتين جدا وهقوم خلطاهم مع اللون الجديد. وهرجع اقارن ما بين الدرجة دي ودرجة ايدي اللي انا بحاول اطلعها، تقريبا هي نفس الدرجة او قريبة منها شوية. انا عارفة ان الدرجات مختلفة شوية في الكاميرا، اعذروني. فدي هي الدرجة التانية اللي احنا كوناها مع بعض، الدرجة اللي هي الوسط. ممكن برضو نعمل درجة وسط كمان، هناخد نفس اللون اللي احنا كنا عاملينه دلوقتي، وهنبتدي نفتحه شوية ونحط معاه شوية ابيض. انا هنا حطيت ابيض وبعد كده حسيت ان هو افتح قوي، فرجعت خدت من اللون الغامق ودمجته مع اللون اللي هو الجديد. وهنحط دلوقتي على ايدينا ونشوف اذا اللون ده كويس ولا لا. انا صراحة شايفة ان هو كويس بالذات على الطبيعة، يعني معرفش الكاميرا ظروفها ايه.
فدي كمان ممكن نعتبرها درجة ميد تون، أو اللي احنا بنقول عليها بالعربي درجة وسط. هنيجي دلوقتي نعمل درجات الإضاءة. هناخد آخر لون احنا كوناه وهنبتدي نخلط معاه شوية أبيض علشان يفتحه. وهنبص كده نشوف الدرجة دي ماشية مع ايدينا ولا لأ. انا صراحة شايفاها ان هي فاتحة جدا، فمحتاجة تغمق شوية. اللي انا عايزة اقوله لكم في الفيديو ده، وان انا بحاول اوضحه من الاول، ان احنا بنقعد نكون الدرجات على مراحل، وكل شوية بنبص على الدرجة ونقارن ما بينها وبين الجلد اللي احنا بنحاول نطلعه. انا هنا حطيت اصفر كده، كنت ببص على ايدي بشوف الاصفر ده هيمشي ولا لا. هو صراحة بعيد جدا عن الدرجات اللي في ايدي، فهرجع دلوقتي احط شوية احمر علشان اعادل الالوان. دلوقتي طلع لنا درجة كده مدية على وردي شوية. الدرجة دي ممتازة جدا لو عايز تعمل الخدود او اي حاجة فيها شوية دم كده، بتخلي البورتريه شكله كأنه في حياة. يعني لما الالوان بتكون باهتة بيبان ان الشخص تعبان، انما لما الالوان تكون محمرة شوية بيبان ان الشخص ده يعني في حياة كده وشكله حلو. فدرجات الورد دي انا بشوفها اساسية وحلوة جدا. وانت بتعمل الدرجات بتاعت البشرة لازم تحط على الاقل لون واحد يكون مدي على وردي كده. هناخد اللون الفاتح الوردي اللي احنا عملناه ده وهنبتدي نفتحه اكتر بان احنا نحط لون ابيض. وبعد كده كالعادة هنقوم بصين على ايدينا ونحاول نقارن ما بين الدرجات. حلوة الدرجة الفاتحة قوي دي لو عايز تعمل لسعات اضاءة في بورتري او اي حاجة. فده كده كان الفيديو، ودي الدرجات اللي احنا عملناها. نقدر نعمل يعني مليون درجة غير دي، انا بس بديكم مثال عن ازاي نطلع درجات البشرة. يا رب الفيديو ده يكون مفيد وعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.